حادث ضخم، طريق بورسعيد دمياط، اتوبيس ناقل عمال بيشتغلوا في مصنع للملابس، خلصهم مروحين بيوتهم، وقس قنبلة من القنابل اللي بتجري على الأرض سيارات النقل. ما هو النقل معظم الحادث اللي بتحصل عربيات النقل تطيح بالاتوبيس باللي في الاتوبيس، فلاقي لحد دلوقتي 22 واحد حتى هذه اللحظة ضحايا، 22 مواطن راحوا ضحية جبروت سائق، إهمال سائق، جريمة سائق، لأنه بيمشي ولا يهمه قنبلة جارية بتجري على الأرض، عربيات النقل قنابل موقوتة بتقتل الناس وهي ماشية. طريق زي ما بقول لحضراتكم، ادي الاتوبيس بقى يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، 22 واحد متوفي حتى هذه اللحظة، وربما العدد يرتفع، وثمانية مصابين على الأقل كمان. اتوبيس ناس مخلصين ومروحين بيوتهم وخلصوا، ولكن عربية تطيح بالاتوبيس، وزي ما حضراتكم شايفين كده حادث قاتل. تاني، حوادث النقل وعربيات النقل والضوابط اللي اتعملت، يعني زي ما بقول لكم عندنا مشكله. سائق العربيه النقل ده وماشي على الطريق فارض سيطرته على الطريق، ولا يهمه مين جنبه، ولا يعنيه اتوبيس نقل ملاكي اجر، ما يعنيهوش حد، يعنيه هو الملك، هو يسيطر على الطريق، واحد يقود تاني. يعني العربيه دي بقت والله عربيات النقل بقت قنابل موقوتة، مهما تعمل من ضوابط وإجراءات وامشي اليمين، عمرك تشوفه ماشي يمين طريق؟ عمرك ما تشوفه ماشي يمين الطريق، يمشي بمزاجه وزي ما هو عايز، وكل يوسع وما يوسعش يدوس فيه. ربنا يرحمهم يا رب، ويصبر أهلهم ويصبر محبيهم. سيادة اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، أولا بقاء الله سيادة المحافظ في ضحايا هذا الحادث اليوم، ما الذي جرى فيه على هذا الطريق ما بين بورسعيد ودمياط؟ طبعا كل الشكر والتقدير لحضرتك يا فندم انك بتغطي هذا الحادث الأليم، انه عزائنا لكل الشهداء والمصابين، شهداء العمل الطالعين من محافظات المجاورة عشان يديروا معركة الإنتاج في مصر كلها. النهارده فندم الموقف اللي حصل النهارده الساعة 4 إلى الربع، كان عربية شايلة العمال المصريين اللي بيتحركوا من دمياط لبورسعيد، وفي عربية تريلا جاية من الاتجاه المقابل، عدت الشارع وخبطت العربية فندم، اللي هي رايحة تودي أهالي وتودي شهداء لأماكن إقامتهم يا فندم. طبعا حادث أليم جدا يا فندم، ويعني زي ما حضرتك قلت كده، يعني رعونة السواقة اللي موجودة ديت، الطريق موجود على أعلى مستوى، الطريق فيه صيانة على أعلى مستوى، الطريق آمن تماما، يعني ضوابط بقى المفروض سائق التريلات الكبيرة ديت يراعوا الموضوع ده. سيادة المحافظ بتقول لي اشرح لي تاني هذا السائق القاتل اللي أنا بقول عليه قاتل، عمل إيه يا فندم؟ احكي لنا يا فندم حصل إزاي الحادث بالراحة كده، معلش. هو السائق يا فندم جاي من طريق دمياط داخل على طريق سائق التريلا. سائق التريلا جاي من طريق، جاي من اتجاه دمياط وداخل على طريق بورسعيد. وفي اتوبيس بكل 30 عامل من عمال مصر كلها اللي كانوا شغالين في الاستثمار، منطقه الاستثمار، راجعين لبلدهم محافظه دمياط. نعم. هم بقوا بيتحركين يا فندم بالظبط عند الكيلو 12، التريلا اللي جايه في الاتجاه المقابل عدت الطريق يا فندم في الاتجاه الاخر. هل ده طريقه ولا قطع غلط؟ لا قطع غلط. قطع غلط. قطع غلط يا فندم، ده عدى كمان البلدوره اللي في النص. كمان؟ في النص. عدى غير في النص فن، ودخل في العربيه الاتوبيس اللي هي بتاعت اللي بتقل العمال. اتوبيس العمال. ودخل فيها فن. دخل فيها واخدها كمان في سور احد القرى السياحيه اللي موجوده هناك. يعني هو حاجة قطع. سيادة المحافظ معلش انا اسف مره ثانيه، حضرتك بتقول لي هو ماشي راح قطع الطريق وعدى كمان الجزيره اللي في النص. ايوه يا فندم، وضرب في العربيه اللي هي الاتوبيس ده جاي في طريقه الطبيعي. الطريق الطبيعي العادي وماشي عادي يا فندم، ماشي عادي.
هل في زحمة، في مشكلة يعني، هل في حاجة؟ لا يا فندم. امال ايه؟ لا يا فندم، لا مفيش حاجة خالص، مفيش حاجة خالص. انا رحت المكان الحادث ده على الفورة يا فندم، وشفت الدنيا دي كلها. انا لغاية دلوقتي يا فندم مستغرب ازاي ده يعدي من طريق تاني، يعني تعدي من الطريق المقابل ليه، وياخد الاتوبيس بتاع العمال يعني. والاتوبيس طبعا ماشي بسرعته مش كده؟ ماشي بسرعته، ماشي بسرعته، رايح اتجاه اخر، اتجاهه. ايوه فندم. فهو قطع عليه الطريق فجأة، قطع عليه الطريق ده يا فندم، ده عدى الطريق الثاني وعدى البلدور اللي في النص ودخل فيه. ودخل فيه يعني حاجه لا يتخيلها عقل اطلاقا. فين سوائل النقل ده؟ هو موجود يا فندم مصارحه عليه، انه موجود بتحفظ عليه في مستشفى السلام بورسعيد، وهم متحفظ عليه مصاب مع 4 مصابين. ايوه فندم. طيب احنا العدد الضحايا ربنا يرحمهم قد ايه يا فندم سياده المحافظ؟ هم يا فندم في عندنا 23 شهيد عمل، شهيد من عمال مصر، شهيد عمل ده. نعم يا فندم، وفي 6 مصابين يا فندم. طيب لو انا بتكلم النهارده عن حضرتك لما رحت، اشرح لي الموقف لما حضرتك وصلت الموقع اللي احنا بنعرض اجزاء منه، فيديو من موقع الحادث، اتفضل يا فندم. يا فندم الطريق اللي هو الاتجاه الطريق رايح لدمياط، الطريق ده كان طريق امن تماما، مفيش اي مشكله. وعلى الجنب اليمين في، لو باين حضرتك في الصوره، في احدى القرى السياحيه اللي على الطريق، قريه الفردوس تقريبا. قريه الفردوس يا فندم. واتوبيس ماشي عادي، مفيش ادنى مشكله. وفي الاتجاه المقابل ليه، اللي هو الطريق اللي جاي من طريق دمياط الى بورسعيد، تريلا معديه يا فندم ماشيه، عدت البلدوره اللي في النص ودخلت الاتوبيس المعادي، ماشي في امان. هل حاله السائق القاتل ده تسمع حد يستجوب ويتكلم معاه، ولا حالته صعبه؟ طبعا فندم الامن فندم متحفظ عليه، متحفظ عليه الامن. او بعد فندم لما تعمل له الاجراءات الاوليه، استخدم الاجراءات القانونيه كلها. ال 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 العمال يا فندم كانوا شغالين فين يا فندم؟ كانوا شغالين في عندنا المنطقه الحره العامه للاستثمار. المنطقة دي فعلا بتصدر أكثر من 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، السوق الأوروبية المشتركة وأمريكا. كانوا بيشتغلوا في أحد مصانع النسيج اللي موجودة، الملابس الجاهزة اللي موجودة في المنطقة. والعمال دول فعلا بيتحركوا من الفجر من محافظاتهم، وبيجوا بورسعيد الساعة 7:15 عشان يديروا مكان العمل في محافظة بورسعيد، وبيرجعوا تاني نعتبر من الساعة 3:30، بيوصلوا بلدهم الساعة 5. دول كلهم من دمياط؟ معظمهم من دمياط. معظمهم من دمياط. ايوه. فشغالين في مصنع ملابس الجاهزه. ايوه. نعم. عملت لهم ايه اجراءات يا فندم؟ دلوقتي خلينا قبل ما اتكلم على الاجراءات كمان سياده المحافظ، معلش، لان دلوقتي يعني احد خبراء المرور السابقين بعت لي دلوقتي، اللي هو محمد كامل، بيقول لي المشكله في التشريعات. الموضوع انه النهارده حصل بس يعني سايبين الناس تجري كده، ومفيش اجراءات رادعه زي ما بيقول كده، عقوبه رادعه يا فندم. والله يا فندم المفروض قانون المرور الجديد يا فندم بيعمل اجراءات رادعه في هذا الموضوع يا فندم. بالاضافه ان التشريع يا فندم لوحده ما يعملش حاجه يا فندم. عارف يا فندم قال لي ايه؟ انا هقرا لسيادتك رسالته، معلش سياده المحافظ، قال لي الاتي، قال لي ولا هيحصل حاجه.